قامت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بزيارة للأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عمان، وذلك في إطار استراتيجية الأكاديمية الوطنية للتدريب لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية، وتلبية لدعوة الدكتور علي بن قاسم رئيس الأكاديمية. وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الأكاديميتين في ضوء رؤيتهم المشتركة للاستثمار في رأس المال البشري.